ويسرنا أيضا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثالثة. في البداية نتحدث عن أهمية هذا اليوم، هو يوم الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حاب أشكركم على هذه الاستضافة عبر تلفزيون البحرين. نمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين، ويشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة حفظ الله ورعاها، وإلى كل رجال الأمن في مملكة البحرين بقيادة معالي وزير الداخلية. بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، وطبعا في البداية نستشعر أهمية الاحتفاء بيوم الشرطة انطلاقا من حرص جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه على تخصيص هذا اليوم الوطني لهم، تقديرا لجهودهم المشهودة ودورهم الكبير والفعال في وضع أسس وقواعد ما تشهد المملكة من تطور وتقدم، حيث طبعا لا يمكن أن أتحدث عن أي دماء وازدهار بدون وجود الأمن. نعم. والذي أحد روافده هم رجال الشرطة الذين يحظون بكل تقدير وثناء واحترام من قيادتنا وشعبنا كافة. اليوم نحن نؤكد على المنهج الحضاري الذي تسلكه مملكة البحرين من خلال مبادرات استراتيجية نموذجية تجعل رجال الأمن والمواطن والمقيم شركاء جميعا في المحافظة على المكتسبات الوطنية وصون الأمن وحفظه النظام العام، وهو ما لا نعتبره طبعا تطلع بقدر ما هو واقع مشهود اليوم من خلال كل مبادرات الشراكة المجتمعية الأمنية. طبعا نعم سيد رضا، هذا يدعوني إلى طرح سؤالي الآتي، وهو عن أهمية دور الشرطة في حماية وخدمة المجتمع. السؤال مهم جدا. طبعا كما يعرف الجميع أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، وتعمل في كل منظومتها بموجب تشريعات وقوانين تنظم مسارات الحياة العامة، ولا بد من وجود أدوات وجهات تتولى عملية تطبيق القانون والرقابة عليه وحفظه وصون المقدرات ما تشهد العملية التنموية في المملكة. نعم. طبعا ومن هنا يأتي دور رجال الأمن في خدمة المجتمع، كما أننا لا نتحدث عن رجال الأمن من منظور أمني فقط، فهم بدور كبير لا نخفل عبر قطاعات كبيرة مثل الشؤون الدفاع المدني ومكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والدور والإدارة العامة للمرور وغيرها من القطاعات التي تهتم بالتنظيم والتنسيق المهم والحيوي في مفاصل الحياة اليومية. مبادرات كثيرة أطلقتها وزارة الداخلية تستهدف بناء منظومة أمنية متكاملة متدامة، وهذا ما نعتبره ثمرة عمل وطني متكامل أيضا يتجلى من خلال التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والدفع بالجهود دوما لتقديس الأمن ورعايته وصونه كأساس في وعي وثقافة وسلوك المجتمع. طبعا اليوم وفي النهاية حاب أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة على رأسها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى كافة شعب البحرين على هذه الأيام المباركة وأعيادنا الوطنية. والله يديم نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الغالية. نعم، إذن سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.